مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض كيكة الفانيلا. كيكة بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت، شغلتها كتير بسيطة، طعم كتير كتير طيبة. طبعا تلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. في البداية هون بدي احط كوب ونص من الطحين، بدي انخله منيح لحتى ما يكون في عندي هيك الطحين يضل فيه تكتلات. طبعا انا مستخدمه هون كوب المعيار. بدي اضيف عليه هلا ظرف من البيكنج باودر، كوب من السكر، كوب من الحليب، خلطهم بس هيك شوية صغيرة. بضيف عليها نص كوب من الزبدة الدايبة. فيكن تستخدموا كامل الكمية زبدة، وإذا مثلا ما كفت عندكم الكمية فيكن تضيفوا ربع الكمية زبدة والباقي تكفوه من الزيت، كمان بصير المتوفر عندكم. رح ضيف عليها معلقة من الخل، وفيكن تحطوا كمان بدل الخل عصير ليمون، كمان بصير. لحتى جهز البيض حطيت هون 3 حبات من البيض، عليهم ظرف من الفانيلا، والمعلقة الصغيرة هيك شوي، نص المعلقة الصغيرة تقريبا رشة من الملح، وبخلطهم مع بعض لحتى يصير في عندي رغوة تبع البيض. شايفين كيف صار؟ هذا هو القوام اللي بدي اياه، رح اخده على جنب وجيب الخليط اللي عملته، ورح نزل عليه البيض. هلا انا ما بدي احركه بالخفاء، بدي اعمله هيك شوي صغيره بالمعلقه لحتى يتداخلوا مع بعض، بس ما بدي احركه كتير كمان لحتى احافظ على الرغوه تبعيت البيض، بس مجرد انه يتداخل ويفوت الهواء بيناتهم. جهزت القالب تبعي وحطيت فيه ورق زبده، رح نزل كامل الكميه. فيكم طبعا القالب تدهنوه بالزبدة أو بالزيت، أو تعملوا مثل تحطوا ورق زبدة اللي بيريحكم. هلا بتدخلها على الفرن على درجة حرارة 180، اشعل عليها بالبداية من تحت، بعدين بس تستوي وتتحمر من تحت بشعل عليها من فوق لحتى يتحمر الوجه. بعد ما صار هيك بهالشكل، شايفين منظره أحلى؟ كيكة كتير بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم كتير وقت وشغل، طعمتها كتير كتير طيبة، هلا الريحة بتجنن. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك. بحبكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.